هذا حلمي من وانا عمري 10 سنين، انا اتمرن بهذا النادي وانا كل يوم بنام وبصحى بفكر كيف بدي اوصل الاولمبياد، كيف بدي اوصل الاولمبياد. اول ما حكى لي ورحت ثلاث محطات ما زبط معي، بس لما اخذت الكارت رجعت الحياه من كم مره، يعني رجعت الحياه من جديد. سافرت على روسيا، عسكرت بروسيا مع كابتن احمد حراره، هو من غزه وما بيقدر يمرني هون. هو ما بيقدر يمرني هون احمد حراره، فاجاني على روسيا عشان يمرني. تمرنت معه وطلعت على بطوله العرب وجبت برونزيه. It's a proud moment not just for me but for Palestine as the first ever Palestinian boxer to represent Palestine at the Olympics. The internal challenge is the lack of high level boxers. That was a big challenge for us because iron sharpens sharpens iron, and we don't have that big number of very good boxers that I can make them train with Wasim.